السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد في قناة عالم المرأة العربية مجددا أخواتي. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم ماسك الكركم السحري بكل تفاصيله وأسراره لتصفية البشرة والتخلص من كل الشوائب. ونهائيا أقولها وبدون مبالغة، من أقوى الماسكات الفعالة جدا، وبشهادة كل من جربوه الذي سيعيد شباب البشرة، يعطيها نضارة أكثر، توهج أكثر، وكذلك يجعلها أكثر مرونة ومقاومة لشيخوخة البشرة المبكرة. على بركة الله. قبل أن نتعرف على الوصفة أخواتي، أتمنى منكم فعلا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تفعيل الجرس ودعم هذا الفيديو بلايك إذا أعجبكم أكيد. أخواتي مبدئيا، المكون الرئيسي في الوصفة طبعا هو الكركم، ولكن التساؤل الذي يبقى مطروح، ماذا نستعمل؟ هل هو نفسه الكركم الذي نستخدمه في الطبخ أم هناك نوعية معينة؟ أقول لكم أخواتي بأن النوعية التي تستخدم للبشرة يعني تكون خالية من أي إضافات أو أي ملونات قد تضاف، لأنها ستعتبر مضرة بالبشرة. طيب، كيف سنفرق بين الكركم الجيد والسيء؟ عندما تذهبون أخواتي إلى العطار، لاحظوا معي، الكركم الذي يصلح للبشرة يكون حبيبته نوعا ما خشنة، ويكون فيها يعني نوعا ما حبيبات تكون باللون الأسود بهذا الشكل. أتوقع أن الصورة واضحة. أما بالنسبة إلى الكركم الذي لا يصلح للبشرة، يكون رطب جدا تماما مثل النشا، إلا أنه لونه أصفر. هذا هو الكركم الذي يصلح، فسنقوم بإضافة ملعقة كبيرة. الكركم رائع جدا في إزالة التصبغات، حتى تلك الحادة مثل الكلف أو النمش أو آثار الحبوب القديمة كحب الشباب. طيب، إلى هنا كمكون ثاني سنحتاج إلى النشا أو نشا الذرة أو الميزينة. هذا المكون تحديدا في الوصفة نستعمله لكل أنواع البشرة. أولا، يعتبر مفتح رائع من أول استعمال، لأنه يحتوي على خصائص مبيضة، أهمها الفيتامين أ الذي يشجع على تجديد الخلايا والتخلص من الخلايا الميتة. يساعد كذلك على امتصاص الدهون التي تكون في البشرة بشكل مفرط، التي تسبب لنا توسع في المسام، وهنا أقصد خاصة ذوات البشرة الدهنية. مبدئيا سنخلط المكونات الجافة بهذا الشكل هكذا، ثم سننتقل لثالث مكون، وسنحتاج كذلك هنا أخواتي إلى الجبن الطازج. يمكنكم استخدام الروب أو الزبادي أو الياغورت الطبيعي، أي الياغورت الذي لا يكون بالسكر، يعني يكون بدون تحلية، واضح. فسنقوم بإضافة كمية لا بأس بها، تقريبا ملعقة كبيرة بهذا القدر، ثم نحاول الخلط جيدا. إذن هكذا حتى نتحصل على شكل عجينة. إذن أخواتي، عندما نتحصل على هذا القوام، ننتقل لآخر مكون قد يضاف إلى الوصفة. سنحتاج كذلك هنا إلى العسل الطبيعي. هذا المكون رائع جدا، خاصة بالنسبة للبشرة التي تكون متعبة، بدأت تظهر فيها الخطوط التعبيرية تحت العين أو على مستوى الفم، التجاعيد المبكرة أو شحوب في البشرة، لأن العسل غني جدا بمضادات الأكسدة الذي سيحمي لنا البشرة من الشحوب، سيحميها كذلك من مشكلة التصبغات التي تكون مفرطة بمجرد التعرض لأشعة الشمس. هكذا سنخلط جيدا إلى أن يتجانس لنا هذا الماسك. طيب، إلى هنا أخواتي، وبالضبط لذوات البشرة الدهنية، يمكنكم إضافة بضع قطرات فقط من عصير الليمون هكذا، ثم سنخلط جيدا بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى طريقة الاستعمال، وأولا وقبل كل شيء، هذا الماسك أخواتي يطبق على بشرة نظيفة تماما. يمكن استخدام هذا الماسك يوميا إن كان لديكم تصبغات حادة. فسنبدأ بأخذ كمية من هذا الماسك ونبدأ في تطبيقه على كل بشرة الوجه، حتى المنطقة تحت العين، ولكن حذري فقط، إذا استعملتم عصير الليمون لا داعي لتطبيقه على المنطقة تحت العين.
بهذا الشكل سنترك هذا الماسك لمدة 20 دقيقة على البشرة، ثم تنظف بماء فاتر أولا وأخيرا بماء بارد، وكآخر خطوة طبعا هي الترطيب. فأخواتي أتمنى أن تجربوا هذا الماسك فعليا، صدقوني من الثلاث أيام الأولى فقط ستبدأ النتائج في الظهور، فداوموا عليكم بالصبر على الماسك لأنه يحتاج إلى مداومة وصبر حتى تلاحظوا في أحسن وأقصى درجات الرضا. إذا أخواتي إلى هنا أودعكم إلى الملتقى في فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.